اعلنت الهيئه الوطنيه لعلوم الفضاء اختيار الاستاذ عائشه الهاجري محلله بيانات فضائيه اول قائدا لنوابغ الفضاء العرب من ضمن العاملين على تنفيذ مشروع القمر الصناعي العربي 813 وقد تم تكليف الهاجري لتقديم عرض عن التقدم المحرز في تنفيذ متطلبات هذا المشروع العربي الفضائي الطموح خلال الاجتماع العاشر للمجموعه العربيه للتعاون الفضائي الذي عقد في جمهوريه مصر العربيه الشقيقه وقد استعرضت الهجر في كلمتها تفاصيل البرنامج من حيث ابرز اهدافه وانجازاته والخطه الموضوعه لاستكماله